لو جينا نتكلم على مبدأ التقليد، فانت لما تيجي تقلد حاجة المفروض انك بتقلد الحاجة الصح، او بتقلد مثلا شركة موبايلات لما تيجي تقلد ميزة في موبايل تاني او في شركة تانية بتاخد الحاجة الحلوة وتقلدها. لكن اللي عمله يوتيوب مش حلو. السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر موتك. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن تحديث اليوتيوب الجديد بالنسبة للمشاهدات ولوصول الفيديوهات للناس تحديدا. اللي حصل ان يوتيوب قلد الفيسبوك في موضوع الريتش. يعني طيب قبل ما نتكلم في الحتة دي، حابين نتكلم عن مصادر المشاهدات اللي بتوصل للفيديوهات عندك او عند اي حد عنده قناة على اليوتيوب عن طريق كذا مصدر. منهم اول حاجة مثلا النوتيفيكيشنز، ان انت لما بيجي لك نوتيفيكيشن بتشوف الفيديو عادي، يعني ده اول مصدر. ومثلا المصدر ده بيتراوح من 4% ل 8% بالنسبة لكل القنوات تقريبا، من 4 ل 8% ده بالكتير قوي 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 في الشهر، يعني يكون من 4 ل 8% مشاهدات عن طريق النوتيفيكيشنز. تمام. تاني حاجة بتبقى عن طريق اليوتيوب بيج. يعني اليوتيوب بيج الصفحة الرئيسية بتاعت اليوتيوب. لو فتحت youtube.com وانت فتح الاكونت بتاعك عادي، هتلاقي في فيديوهات كتير قوي موجودة. الفيديوهات دي هي دي فيديوهات اليوتيوب بيج اللي هي الصفحة الرئيسية بتاعت اليوتيوب عادي. في حاجة تالتة طبعا اللي هي المقترحات. المقترحات دي انك تقترح فيديوهات، ومثلا لو انت عامل مثلا مستر بومتك، انا نشرت فيديو حاطط انا كلمات مفتاحية مستر بومتك في كل الفيديوهات، فانا فيديوهاتي تبقى مقترحة عندي، فلما انشر حاجة هتلاقي في اقتراحات فيديوهات ليا، فده برضو هيخلي الفيديوهات عندي، ده برضو مصدر من المصادر. يعني في حاجة تانية مثلا لو انت فاتح قناة تانية برضو ممكن تلاقي فيديوهاتك مقترحة، ده برضو مصدر. فالمصادر دي كلها دي مصادر انك ازاي تحصل على مشاهدات. دي الحصول على مشاهدات بيبقى عن طريق المصادر دي. طيب ايه اللي حصل بقى؟ يوتيوب عمل ايه؟ اليوتيوب خلى ان مثلا لو انت بتتفرج على قناة طبخ او قناة كوميديا، دايما دايما تتفرج على قناة كوميديا وانت مشترك في قنوات تقنية. انت مثلا مشترك عندي، مشترك عند ماتريكس، مشترك عند كذا قناة، ومشترك في قناة كوميديا ان شاء الله حتى قناة واحدة. لو مشترك في القناة دي وكل ما الفيديو او كل ما الراجل ده او الشخص اللي بينزل كوميديا ده بينزل تتفرج عليه، وانت مطنش ايه؟ مطنش التقنية، تتفرج انت على الكوميديا، متفرج على الكوميديا، متفرج على الكوميديا، فهيجيب لك في الصفحة الرئيسية على اليوتيوب الفيديوهات الكوميدية للشخص ده والاشخاص التانية اللي بتعمل كوميديا. يعني اليوتيوب هيفهم، يعني اليات اليوتيوب هتفهم ان انت بتحب الكوميديا، بتحب تضحك، بتحب الحاجات دي، او مثلا طبخة او اي حاجة، بتتفرج على فيديوهات الشخص الكوميدي ده، لان طبعا اليوتيوب كل قناة ليها حاجة مع رتبة معينة. مثلا انا تك، مثلا انت حد تاني بيبقى بيبول، مش عارف حد تاني بيبقى كوميدي كده. فاليوتيوب بيجمع قنوات الكوميديا دي وهيحطها لك في الصفحه الرئيسيه، بحيث انت اول ما تدخل على youtube.com هتلاقي الصفحه الرئيسيه فيها فيديوهات كوميديه للراجل او للشخص اللي اتفرج عليه او لاشخاص تانية بيعملوا كوميديا، ولكن مش هتلاقي الفيديوهات التقنيه خالص. طيب عشان الفيديوهات التقنيه دي للناس انت مشترك عندهم دول يوصلوا لك، هيعملوا ايه؟ هيضطروا يعملوا اعلانات. يعني ايه كده يا جماعه؟ ان اليوتيوب قلل الريتش بتاع الفيديوهات بالنسبه للناس التانيه. مثلا ان زي ما انا فهمتك دلوقتي بتتفرج على الكوميديا، الناس تانية مش هيظهروا، يعني المشتركين القنوات انت مشترك فيها التانية هتتظلم، لان هيظهر لك في صفحة رئيسية كوميديا وناس كمان حتى لو انت مش مشترك عندهم، ولكن هيظهر لك فيديوهات ناس كوميدية تانية. طيب فكده اليوتيوب بيقلد فيسبوك بالظبط. فيسبوك لو انت عندك صفحة فيها مليون لايك، الصفحة دي لو نشرت فيها بوست بيوصل ل10% بس. عشان توصل للباقي ويمكن اكتر شوية كمان، هتضطر تعمل اعلانات كتير، مش اعلان واحد ولا اعلانين ولا ثلاثة، هتضطر تعمل 15 اعلانات عشان توصل لناس تانية. فده الموضوع يا جماعة، وده اللي حصل، وده اللي انا اقصده من موضوع التقليد. لما تيجي تقلد حاجة لازم تقلد حاجة صح، يعني لازم تقلد حاجة حلوة. الناس اصلا كارهة موضوع ان الاشعارات ما بتوصلش لكل المشتركين ولا حتى 10% المشتركين، وتقوم انت عامل لي حركة زي دي يا يوتيوب تضيع مستوى قنوات وتضيع حاجات كتير قوي، بالذات القنوات التقنيه. يعني مش هقول مشاهداتها اقل، ولكن يعني مش كل القنوات التقنيه عاليه، انت فاهمني؟ فيعني قنوات الكوميديا بتعلى بسرعه وكده، فانت كده بتزود الناس دي اكتر واكتر كمان، وبتطنش القنوات التانيه او المجالات التانيه زي التقنيه واولهم، يعني المجالات التقنيه من اكتر المجالات اللي هتتضرر من التحديث ده. بس كده يا شباب، دي كانت حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى تكون فهمت انا قصدي ايه يعني من التحديث ده. تحديث من اسوء التحديثات اللي انا شفتها، وان شاء الله خير، ان شاء الله خير. بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، واتمنى يكون عجبك الفيديو ده، تعمل لايك لو كنت اول مره تشوفني، اشترك في القناه كنت مش مشترك. بس كده، سلام.